شفرة النجاح هاي هدفها الأساسي، أن تبث الطاقة الإيجابية، أن تريكم ريادة الأعمال على مستوى التخصصات المختلفة، وأن تريكم النماذج من الشباب المبدع المتميز. وبدأنا بنماذج رائعة، دكتور إسلام وصفي وأسيل سليمان صنقرط. ولهلأ اسمحوا لي كمان أروح لشخص جدا مهم وضروري أنكم تسمعوا، وكمان تجربة من التجارب الرائعة جدا. هذا الشخص يا جماعة الخير قصة نجاح بحد ذاته، قصة نجاح نحتها من الصخر، من الأداء، من التميز، قصة نجاح استطاع أن يكون شخص غير عادي، هو وشريكه في شركة ضخمة على مستوى فلسطين، واستخرجت خارج فلسطين هذه الشركة لتكون في عمان وفي المغرب. يا باشمهندس شادي، هذا الباشمهندس اللي راح يكون معانا هو الرئيس التنفيذي لشركة النبالي وفارس للتطوير العقاري. هاي المجموعة الضخمة، شركة مجموعة ضخمة، هو الرئيس التنفيذي لهذه المجموعة العالمية اللي موجودين اليوم بالأردن وموجودين بالمغرب وكمان بفلسطين. اسمحوا لي أرحب بالمهندس خالد فارس، الرئيس التنفيذي لمجموعة النبالي فارس العالمية. راح يكون معنا سبيكر ويتحدث أيضا بوجهة نظره ورسالته للشباب من خلال التجارب الإبداعية اللي مروا فيها رغم جائحة كورونا. يسعد أوقاتك باشمهندس خالد، حياك الله وأهلا وسهلا فيك، والمايك معك، تفضل باشمهندس. مساء الخير، مساء الخير لك دكتورنا وللإخوان المشاهدين وللمتابعين معنا. يعني في البداية الصحيح بدي أشكركم أنت أخي الدكتور محمد بشارات وكل العاملين والقائمين على إنجاح هذا المؤتمر، اللي هو إحنا بصراحة تجربة فريدة ورائعة وبتعزز وبتنمي من قدرات الجميع. شكرا لك دكتور، وشكرا لكل القائمين والعاملين في هذا البرنامج وفي هذا المؤتمر اللي هو صحيح شيء، يعني فرصة عظيمة ورائعة. بحب أحكي دكتور أنا عن تجربتي وعن قصة النجاح وعن ريادة الأعمال زي ما أنت تفضلت، اللي في نظري عنوان أساسي لهذا الحكي هو راح يكون الإصرار. الإصرار، كلمة الإصرار هي كلمة صغيرة ولكن بمفعولها وأثرها هي كبيرة جدا. والإصرار بده يبدأ مع كل إنسان في إنه يحط أهداف ورؤية عالية ويحط أهداف سواء كانت على المدى القصير أو على المدى البعيد، ويشتغل عليها بخطط عملية وممنهجة حتى يقدر ينفذها. الصحيح أنا كانت تجربتي في البداية لما كنت أنا طالب في جامعة النجاح الوطنية قبل حوالي أقل من 20 عام، كان في إصرار أنه أنا أنهي الهندسة وبنفس الوقت يكون في عمل أثناء الدراسة. فكنت أنا ماشي بخطين متوازيين بنفس الوقت، اللي هم الخط الأول الخط الأكاديمي، وإنك أنت تحصل على شهادة وشهادة بتخصص أنت بتحبه، ومهم جدا إنك أنت يعني تدرس شيء فعلا أنت بتحبه ومقتنع فيه. ولازم واحدة من الشغلات المهمة كمان دكتور والشباب المستمعين والأخوة المستمعين، إنه أنت لازم دائما تحاول تلقى شغلات تطور ذاتك، يعني تلقى لغة إضافية، تتعلم برامج كمبيوتر، تاخذ دورات احترافية، تسمع برامج وتسمع يوتيوب بحيث أنت تطور نفسك. هذا الحكي ما بيجي لا إذا كان في إصرار وكان في عمل وكان في مثابرة. والحمد لله رب العالمين هذا الحكي صار معنا لما أنا كنت في جامعة النجاح، كنت بدرس الهندسة بنفس الوقت أسست شركة بدأت من نهاية السنة الثالثة، نهاية السنة الثانية عفوا، بداية السنة الثالثة لما كنت في النجاح، واستمرنا الحمد لله بالعمل أنا وشريكي في شركة النبالي والفارس، وقدرنا بإصرار وبجهد متبادل. يعني دكتور أنا ما بتذكر حدا بيقدر ينجح أو يبني قصة نجاح، وهذا رسالة للجميع، إلا إذا اشتغل عدد ساعات طويلة واشتغل بمنهجية. وهلأ راح أحكي كمان حتى إحنا نثري إخواننا المستمعين ويكون كلمتنا لها فائدة، شو الأشياء الأساسية اللي لازم الواحد يسويها حتى يكون إصراره بمحله ويعطي نجاح. يعني أهم الأشياء دكتور إنه هو الإنسان لازم يحط لنفسه أهداف على المستوى اليومي، على المستوى الأسبوعي، على المستوى السنوي، وأهداف عظيمة وكبيرة، بمعنى إنه يكون في أهداف قصيرة الأمد وأهداف طويلة الأمد. وإحنا لازم نتعلم من عظمائنا بالتاريخ وعلى رأسهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللي كان في عنده هدف عظيم اللي هي إنقاذ البشرية كلها في وقته وما بعد وقته. كان في رسالة عظيمة وكان في إصرار وكان في جهد كبير، فلازم الواحد يكون في إصرار ويكون في بذل جهد بأكثر
باكثر طاقه ممكنه، بالاضافه لانه الانسان لازم يكون دائما ايجابي بحياته ويتحاول يتغلب على كل العقبات اللي بتصير. دكتور احنا في عايشين في المجتمع الفلسطيني، مرينا بصعوبات جمه، احنا بنخلص من مشكله وبنخلص من صعوبات وبتطلع لنا صعوبات ثانيه، هيك طبيعه حياتنا كفلسطينيين كموجودين في هاي الارض المقدسه ارض الرباط. احنا عارفين انه في معارك يوميه لها علاقه في الاقتصاد ولها علاقه بالسياسه ولها علاقه في الاحتلال اللي كابس على نفسنا ومخلي حياتنا واعمالنا ويومياتنا مرهقه ومتعبه، ولكن اذا كان في اصرار وكان في اراده وكان في متابعه، كل هذا بيقدر كل شخص يحوله من شيء سلبي لشيء ايجابي. وكل انسان لازم يفكر انه بالمثابره ويكون شعاره في الحياه اني انا لازم انجح واوصل لهدفي، وانه انا عباره عن قطعه في هاي الفسيفساء الكبيره. احنا كمجتمع فلسطيني ولا ممكن نتحرر ونخلص من الاحتلال، ولا ممكن نرتقي ويصير لنا مكانه بين الشعوب الا اذا اشتغلنا ايد بايد وليل نهار وكان في اصرار. كل شخص فلسطيني وحتى عربي ومسلم بنجح هو نجاح لكل هاي الامه، والعكس صحيح. فلازم انا يكون في عندي فيجن عاليه وكبيره انه انا نجاحي هو نجاح لقضيتي، نجاح لشعبي، نجاح لوطني. فالانسان اذا كان في عنده هاي الروح الايجابيه، هاي المثابره، هذا الاصرار، هذا العمل الدؤوب ليل نهار، بالتاكيد راح ينجح. احنا الحمد لله كانت تجربتنا تجربه رائعه خلال 20 سنه الماضيه، وكان في اهداف عظيمه لها علاقه في حتى في البعد الشخصي، في البعد الوطني، في البعد الإنساني، في البعد الاجتماعي. والإنسان ما لازم يجرد نفسه ولا تحت أي ظرف من إنسانيته ومن انتمائه. مظبوط، التاجر بيحاول بيحب ينجح، ورجل الأعمال بيحب يكبر ويكون له استثمارات وين ما كان، ولكن إذا كانت هاي الاستثمارات وهاي الرغبة مربوطة في انتماء وفي رسالة عظيمة، بتكون أكيد مريحة وراح تنعكس حب للعمل وإرادة للعمل. يعني طيب، بس دكتورنا مهندس إحنا خالد، تفضل. أنت حكيت نقاط جدا جدا مهمة. أنا لي عندك سؤالين، لأنه كثير من الأسئلة اللي أنا قاعد بقرأها. أنتوا اليوم انتقلتوا في أقل من 20 سنة من شركة بسيطة، من شاب ريادي ببلش بقصة تحدي بصراحة، واليوم نحكي عن شركة الحمد لله يعني تخطط حدود فلسطين لتتجاوز حتى تصل الحدود العربية. تحدثت في كلمتك عن موضوع الإصرار، قديش مهم، وخصوصا انك بتعرف ان شاء الله سيكون في هذا المؤتمر معنا سعادة الدكتور طلال ابو غزالة، الرجل صاحب الإصرار الاول والاخير وصاحب المدرسة في الإصرار. انت ركزت صحيح على الإصرار، رسالتك للشباب باشمهندس خالد في موضوع الإصرار بتحقيق الهدف، لانه انا انتبهت من كلامك الإصرار الإصرار، انا هون استشفيت أهمية الإصرار. شو رسالتك للشباب اليوم؟ قديش لازم يكونوا مصرين على تحقيق أهدافهم رغم التحديات زي ما تفضلت الصعبة اللي بنواجهها في حياتنا؟ دكتورنا، والحديث للجميع، إذا لم يكن هناك إصرار، أي موهبة وأي تعليم وأي قدرات حتى عقلية هي ما إلها قيمة بدون إصرار، بدون متابعة. يعني أفضل لاعبين كرة القدم، أفضل لاعبين، أفضل الناس الموهوبة، إذا ما كان في عنده إصرار على تنمية مواهبه والعمل على تنميتها وتعزيزها ليل نهار، ما رح ينجح. أي إنسان أكاديمي إذا ما كان في عنده إصرار وإرادة عالية جدا أنه يطور من مهاراته الأكاديمية ومهاراته التعليمية، ما رح ينجح. فالإصرار في نظري هو العنوان الأساسي لنهضة أي شعب وأي أمة وأي فرد. وزي ما حكينا دكتور، وزي ما إحنا بنعرف، إحنا عبارة عن قطعة فسيفساء في لوحة كبيرة جدا هي للشعب الفلسطيني. فنجاح أي شخص فينا وإصراره بيقدمنا خطوات كبيرة للأمام. طيب دكتور باشمهندس خالد فارس، أنت حكيت كمان نقطة مهمة، التعب. يعني أنا لمست من كلامك التعب، وأنا بعرفك بشكل شخصي وكل الحب لك والود. أنت رجل يعني لا 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 التعب لا يعرف مكانا في حياتك، الحمد لله. بتسافر، تتنقل من دولة إلى أخرى، تتنقل سفر ورا سفر، اجتماعات، ساعات عمل طويلة جدا. التعب بشوفه إن أنت بتحسه بمتعة. قديش التعب ممتع للشخص لما بيحقق نجاحاته؟ بدي توصف لي هذا الشعور بصراحة، كتير مهم، لأنه مرات الناس ما بتعرف قيمة التعب بس باستمتاع. باشمهندس خالد تفضل.
يعني انت حكيت قبل شوي عن دكتورنا وقدوتنا الاستاذ الدكتور طلال ابو غزاله. هو يعني رجل بجاوز الثمانين من عمره ولا زال بحكي انه الراحه في بذل الجهد، الراحه في النجاح، الراحه في تحقيق الانجاز والعطاء. التعب دكتور هو التعب الجسدي، هذا في نظر انا مش تعب، وكل التعب هذا بروح لما انت بتنجز، لما انت بتقدم، لما انت بتكون بتعطي. فالإنسان اللي بيكون في عنده خير وبيكون في عنده حب للعطاء وبيكون في عنده انتماء لقضيته ولوطنيته، في نظري عدد ساعات العمل ما بهم. أنا لا أعلم شخص في العالم سواء كان من العظماء في السياسة أو في الاقتصاد بيشتغل في اليوم أقل من 16 و 18 ساعة. ما في إنسان، الإنسان اللي بيفكر إنه يتعب في اليوم من الساعة 9 الصبح للساعة 4 الصبح، هذا إنسان ما راح يقدر لا يبني ثروة ولا راح يقدر يشتغل على تنمية فكره ولا على حتى تنمية الروح عنده. الإنسان لازم يشتغل ليل نهار في كل المناحي الأربعة الإيجابية ويشتغل عليها، اللي هي المناحي سواء كانت العاطفية أو كانت الروحية أو كانت العقلية، وبالتأكيد الجسد، ما لازم ينسى الإنسان الجسد أنا بالأسف. بدي أحييك بس مهندس خالد، يعني بصراحة هذا النفس الجميل الرائع وهي الطاقة اللي أنا بالنسبة لي وصلتني بشكل شخصي بدي أحييك عليها بصراحة، بدي أحييك على ما تفضلت فيه. وأنا هاي المشاركة بالنسبة لي بمؤتمر شفرة النجاح 2 تمثل ثروة حقيقية لكل شبابنا، لكل حدا بيتابعنا، لكل حدا راح يتابعنا، لكل شاب وصبية وكل شخص بده يوصل لنجاح اللي تفضل فيه الباشمهندس خالد. يا جماعة الخير كلام في الصميم، فيه إصرار وفيه استمتاع بالتعب، بلا تعب لن تصل إلى المجد. أنا بدي أحييك باشمهندس خالد، شاكر لك جدا جدا على ما تفضلت فيه من معلومات من كلمات دكتورنا جدا كل ضرورية. التحية، كل التحية إليك ولكل العاملين على هذا المؤتمر، اللي هو بصراحة بيعزز ثقتنا في نفسنا كمان وبزيد المثابرة عنا أكثر وأكثر. وإحنا بنتمنى إنه نكون معاكم في المرات القادمة وفي قصص نجاحات أكثر وأكثر منا ومن غيرنا من الشعب الفلسطيني. وزي ما حكينا، نجاح أي شخص هو نجاح للكل. شكرا لك شكرا دكتورنا. شكرا شكرا باشمهندس خالد الفارس، شكرا باشمهندس خالد فارس الرئيس التنفيذي لمجموعة النبالي وفارس العقارية.